برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ونروح للرياضة. وبيواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته بعد فوزه على النيجر في المباراة الودية الأولى بثلاثة أهداف دون رد، وذلك استعدادا للمباراة الودية الثانية أمام ليبيريا. لتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف كابتن طارق رضوان الإعلامي والمحلل الرياضي. صباح الخير يا كابتن. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك معانا. يعني نبدا ونعرف مع حضرتك طبعا في البدايه موعد مباراه مصر وليبيريا. المباراه بكره ان شاء الله الساعه 8 مساء في استاد برج العرب في الاسكندريه. وان شاء الله بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري. طبعا كان لعب مباراه مع النيجر وكان فاز 3-0، يعني قدم عرض يعني فوق المتوسط او جيد، وان شاء الله برضه بكره يكون في عرض جيد. طيب احنا يعني شفنا دماء جديده ولاعبين في بتنضم طبعا للمنتخب زي محمود حميده من فريق فراكو حماد. وكريم فؤاد من الاهلي. عايز اعرف طبعا رؤيه حضرتك الرياضيه. والله لاعبين ممتازين جدا وعملوا مجهود ممتاز، واعتقد الكل اشاد بيهم. والمدرب اللي يقدر يقدم لك وجوه جديده بيبقى مدرب مميز. يعني احنا كنا بنقول ليه كروش مدرب مميز، لانه فاجئنا باربع خمس لعيبه وبقوا اساسيين، يعني كان منهم مثلا محمد عبد المنعم لعب برضو، امام عاشور واعتمد عليه ولعبه كمان في المركز الباك رايت واعتمد عليه، شفنا كمان اعتمد على حمدي فتحي. يعني هو قدم لنا مجموعه من الوجوه الجديده وكلهم، شفنا طبعا كمان عمر كمان عبد الواحد في الظهير الايمن، كل دول كانوا ايام كروش. المفروض بقى ان احنا برضو يعني نفس الامر نشوف بقى من روي فيتوريا لاعبين مميزين، ويعني يكون عنده عين كويسه، المدرب الكويس عنده عين كويسه. صحيح. هو ممكن يشوف حاجه غيري. صحيح. يشوف حاجه غير حضرتك، يعني احنا بنتفرج بس هو على طول بيشوف اللعيب ده حاجه وبيراهن عليه وبيكسب الرهان يعني. صحيح. احنا تم تحديد القائمه النهائيه للمنتخب للمباراه يا كابتن؟ لا، هو طبعا ما فيش مدرب بيعلن قائمته قبل المباراه بيومين، لكن ممكن على بكره الظهر كده بيعلن القائمه. لكن انا اتصور انه يعني هيلعب بتشكيله مختلفه شويه عن المباراه الاولى، خاصه هو جرب في المباراه الاولى او التشكيل اللي احنا شفناه امام النيجر في الشوط الاول، هو ده تقريبا التشكيل اللي في دماغه، هو التشكيل الاساسي. يعني او دي ابرز اللاعبين، يعني هو وضع الشناوي مثلا لا خلاف عليه. صحيح. حجازي الـ 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 الونش، في محمد صلاح بالتاكيد، زيزو، يعني هو في عناصر، يعني هو خلاص قرر ان هو يحطها. عمر مرموش، وممكن بقى يكون الاختلاف في عنصرين في ثلاثه. طب بالنسبه لطاقم التحكيم يا كابتن، هل تم تحديد طاقم الحكام لاداره المباراه الوديه القادمه؟ يعني طاقم التحكيم طبعا حضرتك عارفه ان المباريات الدوليه لابد ان يكون ليها طاقم تحكيم معين، وطبعا حضرتك عارفه ان المباراه هتقام في استاد برج العرب ولابد ان يكون هناك طاقم تحكيم. لكن يمكن لغايه هذه اللحظه لسه ما اعلنش رسميا، وان كان يعني حضرتك التحكيم في مثل هذه المباريات ما بقاش مؤثر بالدرجه الكبيره جدا. صحيح. لكن كنا عرفنا انه اغلب الظن سيكون طاقم حكام تونسي. يعني هو لسه ما جاش تاكيد، لكن اغلب الظن هيكون طاقم التحكيم في مباراه مصر وليبيريا هيكون طاقم تحكيم من تونس ان شاء الله. وتونس قدمت حكام كبار جدا، ويعني على مدار تاريخ الحقيقه غنيه في موضوع الحكام الدوليين يعني. طب بالنسبه يا كابتن يعني اخر الاخبار الخاصه بضم لاعبين جدد لصفوف الفريق سواء لنادي الزمالك او كمان للنادي الاهلي. بالنسبه لحضرتك ضم لاعبين في ناس يعني جديده يرجعوا يعني يلعبوا مع فرقهم زي ما حصل للوينشو؟ طبعا قبل مباراه المباراة الأولى كان الزمالك عنده مشكلة كبيرة جدا، وأنه كان عنده مباراة امبارح مع بطل تشاد، وفي أربعة من لعيبته في المنتخب الأول، وفي واحد في المنتخب الأولمبي، وفي اتنين مع منتخب تونس اللي هم الجزيري والمسلوسي، وفي أربع لاعبين كمان
هو كان أيدهم أو بعتهم في القمة الأفريقية، وبعدين أعلن إن هو يعني مش هيكون في حاجة ليهم في الموسم الجديد، يعني اللي هم زي حازم إمام وزي عمر السعيد وزي إسلام جابر، يعني أربع لعيبة. فبالتالي بقى في 11 لعيب من اللي أيدهم مش موجودين معاه، بالإضافة إن كان في إصابة حسام عبد المجيد. فأصبح الزمالك كان في مشكلة كبيرة جدا قبل مباراة امبارح، وهي انه ما عندوش على دكة البدلاء غير حارسين مرمى اتنين بدلاء واتنين لعيب. وطبعا حارسي المرمى مرهونين بانه الحارس لا قدر الله يصاب يعني، واتنين لعيبة في كل الخطوط، وده طبعا معدل ضعيف جدا. بالظبط. فخطبوا اتحاد الكورة وخطبوا فيتوريا انه يسمح للاعبين بتوع الزمالك ان هم يخرجوا من المعسكر ويلعبوا الماتش ويرجعوا. ففيتوريا سمح باتنين لعيبة اللي هم طبعا كانوا زيزو والوينش، ولعبوا المباراه فعلا شاركوا فيها وهيرجعوا تاني. يعني الاهلي لسه بقى مباراته مع بطل تونس هتكون لسه يوم 8 او 9 اكتوبر في تونس، واعتقد ان مفيش تداخل ما بينها وما بين حاجه يعني خاصه بالمنتخب. لكن هو اللي حصل ده امر نادر الحدوث، يعني ان يكون في مباريات في مسابقه قاريه في نفس توقيت الأجندة الدولية اللي بيحطها الاتحاد الدولي، ده أمر جديد بصراحة يعني. أنا ما شفتوش في حياتي، وهو خطأ من الاتحاد الأفريقي. يعني إحنا قبل كده لما حصلت المشكلة بتاعت النادي الأهلي والاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي، لما حصل تداخل في بطولة العالم وفي كأس الأمم، فإحنا لومنا الاتحاد الدولي عشان كان موعد كأس الأمم معروف، والاتحاد الدولي وضع موعد بطولة العالم. يعني هو عارف موعد كأس الأمم، لكن المرة دي حصل العكس، موعد الأجندة الدولية معروف لنا كلنا من 19 ل 28 سبتمبر، والاتحاد الأفريقي حدد موعد مباراة الزمالك وبطل تشاد مباراة العودة يوم 25. فكان أمر غريب جدا الحقيقة يعني. فأرجو إن ده ما يتكررش مرة أخرى. أكيد بنتمنى. طيب يعني هختم مع حضرتك بسؤالي الخاص ب هل الزمالك هيصرف نظر من وجهة نظر حضرتك عن اللاعب سامسونج؟ والله هو في مشكله في قيده سامسونج اكينولا يعني، وما اتفرجناش عليه، احنا ما شفناهوش، لكن اكيد الجهاز الفني شافه يعني خلال التدريبات، وكان بعت له طبعا التذاكر للحضور. واذا المشكله اتحلت ممكن الامر يتغير، اذا لم تحل فبالتاكيد سامسونج اكينولا يعني مش ممكن ما يكونش ليه مكان مع الزمالك. لكن الاهم بقى ان احنا نتمنى للفريق الزمالك ومع الاهلي ان شاء الله في الدور القادم ومعهم بيراميدز وفيوتشر نتمنى لهم التوفيق. اكيد الفرق هتبدا مباراتها في دور ال 32، وهتبقى احد ايام 7 او 8 او 9 اكتوبر، يعني مش بعيد، بنتكلم في 11 يوم تقريبا دلوقتي. فكل التوفيق ليهم ان شاء الله. اكيد بنتمنى كمان كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في المباراه الوديه ما بين مع ليبيريا غدا. انا بشكر حضرتك جدا كابتن طارق رضوان الاعلامي والمحلل الرياضي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن طبعا على كل هذه المعلومات الرياضيه. شكرا لحضرتك.